المرأة السعودية في عهد محمد بن سلمان هي البوابة الخلفية لمرور ولي العهد الشاب محمد بن سلمان إلى قلوب الغرب. ناس كمان بتقول أن المرأة السعودية في عهد محمد بن سلمان هي الأداة اللي بيستخدمها محمد بن سلمان لمغازلة الغرب طارة، لمغازلة أمريكا طارة، ولمغازلة القوى والداعين إلى حرية المرأة في العالم طارة أخرى. البداية كانت مع السماح للمرأة السعودية بالقيادة مطلع 2018، وده الوقت اللي بدأ محمد بن سلمان ينفذ سياساته مع وصوله إلى ولاية العهد في المملكة العربية السعودية. أما الخطوة الثانية هي إسقاط الولاية، واللي قرر محمد بن سلمان مؤخرا، والخبر تم نشره في الصحيفة الرسمية جريدة عكاظ، واللي بطبيعة الحال هي المتحدثة الرسمية باسم محمد بن سلمان والنظام الملكي في المملكة العربية السعودية، أن قريبا سيتم إسقاط الولاية عن المرأة إذا تجاوز عمرها 18 سنة. والخبر كان من صحيفة عكاظ، قالت لا ولاية على القاصرين في 18 قريبا، هاشتاج عكاظ، ونشرت صورة من المملكة العربية السعودية. الموضوع عمل جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. هيا بتقول ما زلت أحتفظ بهذه التغريدة، كانت الإشارة الأولى لعهد جديد وإنجازات جديدة، هاشتاج إقرار إسقاط الولاية بعد 18. والتغريدة لعبد الرحمن اللاحم، عبد الرحمن اللاحم الحقوقي والناشط السعودي المؤيد بطبيعة الحال لمحمد بن سلمان، واللي قال في أول يناير 2018 أول تغريدة لعام 2018، سنحتفل بسقوط ما يسمى زورا وبهتانا بالولاية على المرأة على حد سواء. تقريبا بدأ تنبؤ اللاحم يتحقق في المملكة العربية السعودية. أما رانيا يوسف الممثلة المصرية دخلت على الخط مدافعة عن حقوق المرأة السعودية بتغريدة، قالت نعم لإسقاط الولاية بعد 18، نعم لحرية المرأة، نعم لنجاح المرأة، نعم لاستقلال المرأة. طبعا التويتة لاقت العديد من السخرية والغضب من المجتمع السعودي والعربي بسبب كثرة الحديث مؤخرا عن رانيا يوسف. أما سلمان بيقول بعض البنات بعد القرار، وجاب جزء من مسرحية شهيرة للفنان محمد صبحي. خلينا نشوف كده كيف يرى المجتمع السعودي إسقاط الولاية. انت ناوي تشرب البتاع ده قدام الناس؟ والله انا حره، امراه حره متحرره في مجتمع حر. المجتمع اعطاني حريتي الكامله المتكامله، وانا كمان حر. انت مش حر، انت راجل، مجرد راجل. ليه مو بعضيكوا رجاله روحوا مجلس الشعب ارفعوا قضيه، يمكن تاخدوا حريتكم زينا، احنا فلتنا خلاص. اذن بين الاستحسان والاستهجان تلقى المجتمع السعودي خبر قرب إسقاط الولاية عن المرأة السعودية إذا تجاوز عمرها 18 سنة. تدوينة كمان أيضا تحت نفس الهاشتاج من محمد، وكافة بيقول مود إخوانك بعد إسقاط الولاية. هكذا أيضا يرى محمد بفيديو تم نشره لحال المرأة السعودية إذا تم إسقاط الولاية عنها. الفيديو إن لا أصل خيلدك من عليك، أشويك، أحرقك، وانت تعرفني عرسي، بس لو تسول لك نفسك إن لا أصل خيلدك من عليك. إذن ما زال ملف المرأة السعودية في حكم محمد بن سلمان، أو في السعودية الجديدة اللي بيروج ليها محمد بن سلمان، ورؤية السعودية 2030 موضع خلاف ما بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، وموضع سخرية طارة واستهجان طارة أخرى من الناس اللي شايفين أن محمد بن سلمان بيتجه نحو تضييع مكانة المرأة السعودية فقط من أجل مغازلة الغرب، ومن أجل تقديم الولاء والكرابين لأمريكا ودول أوروبا.